السلام عليكم. شنو اللي صاير في الولايات المتحدة الأمريكية؟ وليش ترامب يدعو أنصاره للمظاهرات والاحتجاجات إذا تم اعتقاله؟ السالفة إن كوهين، وهو كان محامي ترامب، وصار خلافات ما بينه وبين ترامب أثناء رئاسة ترامب، وكان في لجان تحقيق مع كوهين، وهذا على اساس انه في دعم غير قانوني من روسيا وغيره لحملة ترامب. واعترف هذا كوهين بجميع هذه الاعمال الغير قانونية، من ضمنها اعترف انه هو بصفته محامي ترامب شرى سكوت امرأة سمعتها سيئة، كان لها موقف مع ترامب. شراء الصمت في الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية قانوني، ما في عليه أي مشكلة. إذا مثلا الشخص اللي بيرشح نفسه لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية أو مجلس الشيوخ أو مجلس الكونغرس، وكان عنده مواقف سيئة مع شخص، والشخص هذا قام يبتزه وقال له أنا راح أفضحك، ممكن إنه يشتري صمت هذا الشخص، يدفع له مقابل انك تسكت، وهذا قانوني. لكن اللي مو قانوني انك تدفع له عن طريق شركتك الخاصه. شنو اللي صار؟ ان كوهين راح دفع حق المراه هذه، راح دفع لها من حساب ترامب الشخصي، مو من حساب حمله ترامب. ليش؟ لان حمله ترامب والمرشحين مراقبه، فيكون هناك تدقيق منو اللي تبرع، من اللي ما تبرع، شنو اهدافه لما يتبرع، وهذا. فهذه فيها التهمه، هذه فيها سجن 4 سنوات. ليش؟ لان شرى صمت هذه المراه من شركه ترامب الخاصه وليس من حمله ترامب. في الولايات المتحده الامريكيه ايضا يوجد شركات الضغط تدعم المرشحين للكونغرس و لرئاسة أمريكا مقابل أن دعم القضية هذه. حتى دول تقدر تدعم يعني أشخاص مرشحين، أو تقدر تدعم أشخاص راح يرئسون الولايات المتحدة الأمريكية أو مرشحين لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، لكن بشرط أن يبلغون وزارة الخارجية. وزارة الخارجية تراعي المصالح الأمريكية، شنو هدفكم لما أنتم تدعمون هذا، وهذا مقنن بأمريكا ويمشي بشكل قانوني.